علينا مسؤولية حماية أفرادنا وخصوصاً الأفراد العاملين في القطاع الحيوي مثل شركة أدنوك. عملياتنا تعتبر جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة. الحمد لله لما تم اعتماد الخدمات الطبية لدى أدنوك كتقديم خدمات التطعيم كان هذا يعتبر مسؤولية وتحدي. عمليات أدنوك متواجدة في كافة أرجاء الدولة من الفجيرة إلى الرويس ومن شاه إلى داس. لدينا مواقع تعتبر بعيدة نوعاً ما، وبالتالي تم التحرك بشكل سريع جداً من حيث إنشاء مراكز التطعيم، الفرق المتنقلة ونقل وتخزين التطعيم. يتم استلام مخزون التطعيم في مخازننا الموجودة في مستشفى الرويس. تتسع الغرفة المبردة حوالي 50,000 جرعة لقاح، الكمية اللي وصلت 9,000. يتم بعد ذلك توزيع هذا المخزون على كافة مراكز التطعيم المتواجدة في مواقعنا البرية والبحرية. استخدمنا فيها السيارات، الباصات، القوارب والسفن، وكذلك الطيارات، الهليكوبتر. مدينة الرويس موجودة بالقرب من أكبر منطقة صناعية في الدولة، وعليه تم افتتاح مركز تطعيم في مركز الياس الاجتماعي لتقديم خدمات التطعيم المجانية لكافة أفراد المجتمع الموجودين في مدينة الرويس. عدد الأشخاص الذين يراجعوا مركز ياس في مدينة الرويس ما بين 800 إلى 1000 شخص يومياً. لم تقتصر خدمات التطعيم وتقديمها على كوادرنا البشرية فقط. من ضمن الفئات اللي تم شملهم في برنامج تطعيم أدنوك هم فئة المتقاعدين من أدنوك وأفراد عوائلهم، وكذلك لبعض الشركاء الاستراتيجيين لأدنوك. من خلال تكاتف هذه الجهود تم تطعيم عدد يفوق 40,000 موظف، وكذلك تطعيم ما يقارب 90,000 فرد من أفراد المجتمع. شركة أدنوك للتوزيع تعتبر أول شركة تجزئة في العالم يتم تطعيم 100% من أفراد وكوادرهم البشرية العاملين في محطات البترول. الإمارات وقادتنا قدموا لنا الكثير انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في تقديم خدمات التطعيم وبالمجان لجميع أفراد المجتمع، فلذلك كانت من مسؤوليتنا الإسهام في حماية كوادرنا البشرية وكذلك المجتمعات المحيطة بنا. فخورة جداً بمشاركتي مع فريق خدمات الطبية للحد من هذا الوباء. سلامة مجتمعنا وعملياتنا على رأس أولوياتنا. من أهم الأشياء اللي تعلمناها خلال جائحة كوفيد-19 إن لا شيء مستحيل، مثل ما ذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأن هذا الوقت بيمضي. رسالتي للمجتمع هو أن حصولكم على التطعيم لا يعني أن لن تصابوا بالعدوى، فلا بد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك لأنك مسؤول عن أفراد عائلك وأفراد مجتمعك وجميع زملائك في العمل. كل منا مسؤول في حماية الآخرين.